كنيسة بلا أسوار. فكرة وضعت في أرضنا المصرية ثم رويت بعقول شباب مصر. عندنا الليل الله، عندنا الليل الله، هنغني لله أحسن ما نغني للناس. وبدأت تثمر ثقافة يفوح عبيرها لكل المجتمع المصري لتحقيق الوحدة والوصول إلى المهمشين وخدمة الجيران. وهذه من أهم الأهداف التي تسعى الكنيسة الأسقفية إلى تحقيقها لكل عناصر المجتمع المصري. وهذا ما جعلنا نتقابل مع راعي الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ورئيس أساقفة إقليم القدس والشرق الأوسط المطران دكتور منير حنة ليحدثنا عما تقدمها الكنيسة الأسقفية للمجتمع المصري عن طريق المجال الثقافي والإعلامي. أهلا حضرتك المطران، احنا بنحب نشكر حضرتك السماح لنا ان احنا نعمل اللقاء ده مع حضرتك. انا اللي بشكركم وبرحب بيكم هنا في المكاتب الأبروشية بتاعت الكنيسة الأسقفية. مرسي جدا لحضرتك. عايزين نعرف من حضرتك ما دور الكنيسة الأسقفية في المجتمع المصري؟ الكنيسة هي مجتمع في حد ذاته، مجتمع صغير في أعضاء، وإحنا بنقول إن الكنيسة هي جماعة المؤمنين. فالكنيسة عبارة عن مجتمع كجزء من المجتمع الأكبر، فلها دور مهم قوي في خدمة المجتمع الأكبر. المجتمع الصغير بيساعد على أن يكون في تناغم طائفي في المجتمع الكبير. أعضاء المجتمع الصغير ده اللي هو الكنيسة بيساهموا من خلال عملهم ومن خلال دراستهم ومن خلال زي أي أعضاء في المجتمع الكبير. فيعني أقدر ألخص اللي أنا عايز أقوله إن الكنيسة مجتمع صغير بيخدم المجتمع الكبير في كل ما في المجتمع الكبير، من شباب، كبار، أطفال، وكلهم جزء صغير، وحدة صغيرة من المجتمع الأكبر. فبيحطوا ايديهم في ايدين بعض عشان يبذلوا جهد لتحقيق اهداف واحلام المجتمع الاكبر. تمام. دور الكنيسه الاسقفيه في الازمه التي تمر بها مصر الان؟ مصر فيها عده ازمات، واحنا كلنا بنتطلع ان احنا نعبر الازمات دي ولحد ما نبقى دولة ديمقراطية حديثة. فالأزمات مثلا زي أزمة التطرف، أزمة الإرهاب، الكنيسة عليها دور إنها تشجع أولادها إن هم يكونوا متسامحين ويكونوا تعبير صادق عن تعليم المسيح نفسه، عن المحبة، إنه يبقوا مصدر محبة جوه المجتمع الأكبر. فالكنيسة الأسقفية بتلعب دور مهم قوي في بناء الجسور ما بين المسيحيين والمسلمين المصريين. وأنا يعني سعيد جدا بأنه واحد من اللي بيلعب دور مهم قوي مركز أركان اللي انتوا جيتوا منه. أنا شايف هنا شباب وبنات مسلمين وشباب وبنات مسيحيين بيعملوا عمل فني مشترك، سواء في الرسومات، سواء في الأفلام، سواء في التصوير. فالعمل المشترك ده من يعني أكيد من أهدافه أنه يعمل زيادة في الوحدة الوطنية، أو يعني علاج شفاء للتطرف وللإرهاب اللي لولا اللي انتوا بتعملوه كده مع بعض
كان ممكن كل واحد فيكم يروح في اتجاه خاطئ. فده دور من الادوار. الكنيسه بتبني الجسور، والكنيسه الاسقفيه على وجه التحديد اهم ما يميزها بناء الجسور، بناء الجسور ما بين المجتمعات الصغيره اللي موجوده جوه المجتمع الاكبر. فالمجتمع الاسلامي والمجتمع المسيحي يتقربوا مع بعض من خلال دور الكنيسه. من خلال التنميه، احنا عندنا ازمه اقتصاديه، فالكنيسه تلعب دور مهم جدا في تشجيع ابنائها وبناتها انهم يبذلوا اقصى جهد، اذا كانوا صناع يبذلوا جهد، اذا كانوا مهنيين مدرسين اطباء مهندسين عمال، كل واحد يمد ايده ويشتغل علشان مصر كلها تعبر الازمه الاقتصاديه بتاعتها. من ناحيه السياسيه، ان احنا نوصل لمجتمع حقيقي ديمقراطي، الكنيسه بتشجع اولادها دلوقتي انهم ما يبقوش منعزلين. قعدنا وقت طويل جدا منعزلين عن باقي المجتمع، ومش عايزين نقرب من العمل السياسي والعمل المجتمعي، لان ده مش لينا، ده مش بتاعنا كمسيحيين، نخاف ان احنا نخش فيه. لكن احنا ككنيسة دلوقتي بنشجع شبابنا انهم يكون لهم دور ايجابي حقيقي مع باقي الشباب بتوع المجتمع في تحقيق الديمقراطية، والديمقراطية ان كل واحد يقول رأيه، كل واحد يلعب دوره، سواء في البرلمان، سواء في المجالس المحلية، سواء في الجمعيات الاهلية اللي بتخدم مصر كلها. فده باختصار دور الكنيسة الاسقفية في الازمة الحالية. احنا متفائلين ان لو حطينا كلنا ايدينا في ايدين بعض مصر هتعبر كل الأزمات، ودي مش أول مرة مصر تبقى في أزمات فيها، لكن كان في أزمات زي الأزمة بعد النكسة بتاعت سنة 67 اللي فيها مصر كلها قامت بأولادها مسيحيين ومسلمين وراحوا الجبهة وحاربوا ورجعوا الأرض مرة تاني. فإحنا إذا كان الوقت ده كان وقت صعب جداً انتوا كشباب ما عشتوهوش، لكن كان وقت احنا كنا ساعتها شباب وكنا حاسين بحالة لا حرب ولا سلم، حالة صعبة جدا، كان في شباب كتير مكتئب، لكن قدرنا نعبر وقدرنا نرجع بلد سينا مرة تاني، ودي كانت امر صعب، واحنا بنعمة ربنا نقدر كشعب مجتمع صغير في وسط مجتمع كبير نعبر الأزمات كلها. أحلى حاجة حضرتك قلتها نقطة مهمة قوي، إن الكنيسة الأسقفية فتحت أبوابها للمجتمع كله، ما حددتش مثلا حد معين وقفلت عليه، لا فتحته لكل الناس. عايزين نعرف رأي حضرتك في الثقافة ودورها. الثقافة ودورها. ودورها الثقافة أمر مهم جدا جدا. المجتمع اللي بيسعى وراء الثقافة وبيسعى إنه يبقى مثقف، مجتمع مثقف، مفيش شك إن المجتمع ده هيفرق كتير قوي غير المجتمع الغير مثقف. الثقافة بتعرف الناس أمور كتيرة جدا. ما في اليوم العادي اللي فيه شغل ما بنفكرش فيها، زي الفن، زي الحلم، زي الموسيقى، الحاجات دي بتخلي حس المجتمع راقي، المجتمع نفسه بيبقى راقي. المجتمع الغير مثقف مجتمع غير متحضر وغير راقي، ما يهتمش بالفنون والاداب
والموسيقى، لكن مصر مجتمع فيه حضارة من 7000 سنة، والمصري القديم عرف الموسيقى، والمصري القديم عرف الفنون، وأذهل العالم كله. فالثقافة أمر في غاية الأهمية، مش هي التعليم، التعليم حاجة والثقافة حاجة تانية. مهم قوي إنه الثقافة إن إحنا نعرف ونتعلم ونعرف عن الآخرين، ومعرفتنا عن الآخرين يساعدنا إن إحنا نتعامل معاهم ونبني معاهم. يعني لو حبيت أختصر كل الكلام ده، الثقافة بتخلي المجتمع متقدم وراقي ومفتوح على المجتمعات المختلفة الدولية التانية. والمجتمع المثقف مجتمع صانع للحضارة. دي دور الثقافة من وجهة نظري أنا. هل الثقافة قادرة على تجميع الصف المصري نحو مجتمع أفضل؟ بلا شك. وعندنا مثل واضح قوي فيكم انتوا، ازاي اتجمعتوا كده من كليات مختلفة في المركز الثقافي بتاع كاتدرائية القديس بولس الأسقفية، أركان الثقافة، الثقافة اللي جمعتكم. الثقافة في دمنا كمصريين، إذا كان فنون إذا كان موسيقى، الثقافة بتقرب الناس مع بعض. يمكن في حاجات تانية بتفرق الناس، السياسة بتفرق الناس، الكورة ممكن تفرق الناس، لكن الثقافة عنصر موحد ومجمع لكل أبناء المجتمع. وأجمل مثال أنتوا، الثقافة مجمعاكم، وده أمر لو بقى على نطاق واسع وأكبر هيكون مصر مختلفة كتير. ما رأي حضرتك في دور الشباب المثقف في اتجاه المجتمع المصري؟ الشباب له دور هام جدا. الشباب هو اللي قام بثورتين في مدى 3 سنين. الشباب اتنفض علشان يغير الواقع المصري. فالشباب المصري فيه طاقة كبيرة جدا، ويقدر يغير الواقع بتاعه، زي ما غير الواقع على مر العصور يقدر يغير الواقع الحالي. احنا فعلا دورنا كناس كبروا في السن انهم يشجعوا الشباب والفتيات ان هم يقودوا المجتمع، وده أمر في غاية الأهمية. الشباب اللي قدر يفجر ثورتين في 3 سنين، الشباب ده قادر إنه يصنع حاجات كبيرة قوي، يصنع واقع مختلف جدا في مصر. بس الشباب لازم يبقى واثق في نفسه ويخش علشان يساعد في التغيير. إحنا محتاجين الشباب بحماسهم باندفاعهم، والشباب محتاج الأجيال الكبيرة بهدوءهم وبفهمهم للتاريخ. فإحنا كلنا كمصريين مثقفين محتاجين إن إحنا نغير الواقع اللي إحنا فيه، وإن شاء الله هيتغير. الشباب طاقة كبيرة وبيمثل جزء كبير من المجتمع. يعني الشباب اللي هم من 15 ل 30 في العمر بيمثلوا تقريبا 30% من المجتمع، تحت ال 30 بيمثلوا 60% من المجتمع. هم طاقة كبيرة وحجم كبير من المجتمع. الشباب المثقف ممكن جدا يلعب دور غير عادي، لأن الشباب هم
مدرسين المستقبل، هم مهندسين المستقبل، هم أطباء، هم ممرضات، هم بيلعبوا دور مهم جدا. فإذا كان الشباب المثقف المؤمن بأن مصر تبقى دولة ديمقراطية، اللي مؤمن أن مصر تبقى دولة حديثة، هم دول اللي هيقدروا يأثروا على الأجيال الجديدة وينموها من جديد. فدور الشباب المثقف كمان بيصنع حضارة، الشباب الغير مثقف ما يصنعش حضارة. وإحنا محتاجين إن إحنا ما نعيش على الحضارة الماضية بس، حضارة قدماء المصريين، لا، إحنا عايزين نعيش نصنع حضارة للأجيال الجديدة زي ما الأجيال بتاعت قدماء المصريين دول ادونا وسابونا حضارة كبيرة. بيجي من كل أنحاء العالم ناس عشان تتفرج على الحضارة المصرية القديمة. الشباب المثقف الحالي في احتياج ان هو يصنع حضارة تيجي الأجيال اللي بعد كده تتفرج عليها. ما هو انتباه حضرتك عن القافلة الفنية المقامة اليوم؟ أنا سعيد جدا جدا إن أنا أتقابل مع أعضاء القافلة الفنية من مركز أركان. الرسم اللي رسمينه واللوحات اللي عملوها بره أكثر من رائعة، مجهود جميل ومشكور، ونموذج أتمنى إنه يتكرر في كل قرية وكل مدينة، إنه الشباب يتجمعوا مع بعض وينسوا فروقاتهم، الفروقات ما بينهم، ويبتدوا يفكروا ويركزوا على نشاطات تبني مجتمعهم، تساعدهم ان هم يعبروا عن اللي جواهم في اللوح وفي الموسيقى وفي الخط وفي كل الامور دي. انا يعني منبهر من اللي انا شفته، واتمنى ان مركز اركان يكون نموذج يحتذى به في اماكن كتير. واحنا في القاهره هنا بنحاول نعمل مركز زي اركان اسمه جسور، نفس اركان بس يمكن يكون في فروقات شويه مختلفه، لكن نفسنا نشوف في كل كنيسه مركز ثقافي بيفتح دراعاته لكل شباب مصر. ده امر يبقى رائع وجميل. في نهاية لقائنا بنحب نشكر نيافة المطران منير حنة، راعي كنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، رئيس أسقفة إقليم القدس والشرق الأوسط، على وقته الغالي واستضافته لينا وإجابته الوفية. شكرا لحضرتك. شكرا لك. كما قلنا في بداية لقائنا، كنيسة بلا أسوار، مسيحيين ومسلمين، مصريين أبناء وطن واحد بلا فواصل، نتحد لنبني ونزرع ونعمل كي ننهض بمصر ونقدمها للعالم درة باهية بحضارتها وثقافتها، لأنها كانت وستظل أما لكل الدنيا. صوت خطوبة وابني، مصر مكتوبة لابني، لابني وابنك، وعجبني إنك مشاركني بتبني مع